المؤمن سليمان مدير الفني لنادي نجوم المستقبل اللي بتحييه النهارده على الشكل المميز اللي ظهر بيه فريق نجوم المستقبل. معايا الان الكابتن طبعا مؤمن سليمان اللي لعب مباراه اكثر من رائعه النهارده قدام فريق كبير زي فريق الزمالك. كابتن مؤمن يعني نقول لك مبروك على الاداء وهارد لك على الفوز. الحمد لله. الماتش ده كان مكافاه للاعبين على الفتره اللي عملوها السنه الفتره اللي فاتت الشهرين اللي فاتوا. كنت عندي احساس كبير ان احنا عملنا ماتش كويس جدا، بس الحقيقه الاداء بتاع اللعيبه فاق توقعاتي. احنا عملنا شوط الاولاني بمنتهى التركيز، شق دفاعي في منتهى التركيز، عملنا تكتيك دفاعي صعب جدا اللي محتاج كل واحد فينا يكون موجود في اللعب. ادينا بشكل ممتاز، كل فرص الزمالك كانت كور طويله، ونادي الزمالك فرقه كبيره نفذت تكتيك هجومي على كل فرق الدوري، فده بالنسبه لي انجاز كبير. الشوط الثاني احنا تحررنا من القلق بتاع نادي الزمالك، لعبنا كوره كويسه، وصلنا كنا اكثر من النادي الحمد لله. كابتن مؤمن يعني النهارده بدات المباراه ب 4-3-3، ما كنتش خايف من متصدر الدوري نادي الزمالك نادي كبير، يعني قول لنا النهارده بقى قلت ايه لعبتك عشان يلعبوا قدام الزمالك بالاداء ده؟ والله انا كل فكرتي ان احنا قوتنا في جماعيتنا، احنا بنلعب بالاسلوب دوت في الدرجه الاولى به، دايما بنواجه ساعات كتيره قوي ماتشات عشوائيه بتكتيك دفاعي مش منظم، لعيبه تتكتل في ال 18، لكن النهارده كنا عارفين انها بنلعب فرقه كبيره عندها نظام، فهنلاقي المساحات لو كنا مجمعه. نادي الزمالك لو ما لقاش هيلعب فردي، افتكر ان احنا قدرنا قرينا الجيم كويس واللعيبه ادت بمنتهى الاخلاص الحمد لله. يعني نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن كريم حسن شحاته برضه حابين يشاركوا معانا. كابتن كريم، هل هناك اي اسئله للكابتن مؤمن سليمان؟ طبعا عايز ابارك له على الاداء المميز جدا اللي ظهر بيه النهارده فريق نجوم المستقبل امام فريق كبير زي نادي الزمالك متصدر الدوري المصري، وعايز اعرف يعني من كابتن مؤمن النهارده ان هو بيلعب ما كانش خايف من نادي الزمالك، وعايز اعرف هل هم بيلعبوا في الممتاز به على الصعود ولا مجرد المشاركة والبقاء في مركز متميز في الدرجة الأولى؟ يعني كابتن مؤمن كابتن كريم بيبارك لك على الاداء المتميز وبيقول لك انتوا طبعا المركز الثالث دلوقتي في الدوري الممتاز به. كابتن كريم بقى بيسالك وبيقول لك هل انتوا ناويين تصعدوا للدوري الترقي ثم الممتاز ولا بتشاركوا لمجرد طبعا شرف المعاوية؟ والله بشكر طبعا كابتن كريم، الحمد لله احنا في الفتره اللي فاتت كنا انا يعني مسكت الفريق من شهرين كنا في المركز الثامن او التاسع، الحمد لله احنا حققنا 10 بونت من 15، بقينا في المركز الرابع، عندنا ماتش مؤجل، فافتكر ان النتائج هي اللي بتحط اللعيبه بيركزوا في ايه. احنا متهيالي ان اللعيبه بعد الماتش دوت في نقطه سلبيه، ان بعد ماتش كبير زي ده مجهود هايل زي ده، ان احنا عندنا الخميس ماتش ترسانه ده ماتش قمه، فاتمنى من الله ما يكونش ليه اي تاثير سلبي. احنا هنعمل اقصى حاجه، بنلعب بنفس الاسلوب سواء قدام الاهلي او الزمالك او فرق الدرجه المجموعه بتاعتنا، فاتمنى ان الكره تمشي واللعيبه تكون مركزه وتاخد ثقه زياده، بدل لان في فرق يعني سنه صغيره شعره ما بين الغرور والثقه، ان شاء الله نحول ده للثقه ونقدر نأدي بها بقيه السنه باذن الله. يعني كابتن كريم طبعا نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن علاء، كابتن نادر حابين يوجهوا اي اسئله لكابتن مؤمن؟ انا عايز احيي كابتن مؤمن الحقيقه النهارده على ادائه، لان انا شايف ان اداء الفريق هو من اداء المدرب، بس عايز اساله هو ازاي قدر يوظف اللعيبه بشكل كويس ويعمل لهم نوع من انواع الوعي التكتيكي في مقابله الزمالك النهارده، لان كان باين ان هو فريق عنده وعي خططي. يعني كابتن نادر طبعا بيبارك لك على الاداء المتميز ويقول لك ازاي قدرت النهارده توظف اللعيبه امام فريق كبير زي فريق نادي الزمالك. والله الحمد لله طبعا بشكر كابتن نادر، احنا لعبنا يعني تقريبا نفس التكتيك بثلاثه في نص الملعب، احنا الفكره ان لازم كل اللعيبه تشارك في الاسلوب الدفاعي، احنا ما بنغيرش اشخاص، انا فلسفتي ان انا اختار لعيب عنده مهاره عاليه وقد ايه ادخله وسط الديفنس، لان احنا بنستلم الكوره ما بواجهش اي مشكله ان لعيبه كل اللعيبه اللي عندي عندها مهاره عاليه، فبنقطع الكوره مع تحرك سريع بنقدر نحافظ عليها. النهارده حصل دوت بشكل كبير، وفي اثنين لعيبه لعبوا تحت الفيرود كانوا في مستوى عالي جدا، فده حقق لي من لعيبه مهاريه بتعمل ديفنس وبنقطع الكوره، عندنا شق هجومي ممتاز الحمد لله. يعني كابتن كريم هل هناك اي اسئله اخرى؟ مؤمن معاك علاء طبعا بارك له وقول له طبعا عاجبني جدا اختياراتك للعيبه، وواضح ان هم كلهم لعيبه مهاريه قوي وحتى استلموا الكوره بشكل رائع. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وبقول لك ان شاء الله لو ده اسلوبك في كل المباريات اعتقد ان شاء الله تبقى اول الدوري عندك.
كابتن علاء ميوب بيبارك لحضرتك. كابتن بيقول لك باذن الله على مستواك ده باذن الله ترتقي باذن الله ان انت تلعب دوري ممتاز، وبيتمنى لك التوفيق دوري ممتاز. انا بشكر جدا كابتن علاء ويا رب التوفيق، لان اولادنا اولاد صغيرين ودايما في دروب في المستوى، ساعات بعد نتائج كويسه قدام فرقه كبيره بيحصل تاني مره بعد على طول بعد الماتش دوت بيحصل دروب. بتمنى تلافى اخطائنا، وعندنا بكره تمرين مش هنريح، وبتمنى يا رب التوفيق للاولاد لانهم يستاهلوا كل خير، كلهم لعيبه موهوبه ويستاهلوا يلعبوا في ممتاز باذن الله ان شاء الله. متشكر جدا. عوده لك كابتن كريم مجددا، واذا تواجدت لقاءات اخرى هنكون مع حضرتك على الهواء مباشره. بشكرك يا احمد، ولقاء مع الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لنادي نجوم المستقبل. النهارده لو اتكلمنا على الثلاث اهداف يا كابتن نادر، عايز اتكلم عليها بالنسبه لحراسه المرمى وبالنسبه لاخطاء المدافعين، ان هم بيخلوا اللعيبه المهاجمين تسدد، زي الكوره بتاعه محمد همام لاعب نادي نجوم المستقبل، وبرده تحرك احمد الشناوي، نفس القصه بالنسبه لمحمد مختار حارس مرمى نجوم المستقبل. لو يا جماعه تجيبوا لي الاهداف بس نتكلم عن كل هدف لوحده، ويمكن بدايه الشوط الثاني كان شهدت هو هدف نجوم المستقبل، هو اللي تقدم على نادي الزمالك 1-0 استلم